السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي كي جي تو عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بنواصل رحلتنا الإيمانية مع سورة الانفطار من آية 13 لآية 15 ليوم الاثنين 6 إبريل 2020 ميلادية 13 شعبان 1441 هجري. اتكلمنا يا كي جي امبارح وعرفنا ان الملائكة بتحفظنا وبتكتب كل حاجة بنعملها، كل الأعمال الصالحات وكل السيئات، علش كده لازم ناخد بالنا ونشوف بقى أجر الأعمال الصالحة إيه. يلا مع بعض النهاردة نشوف الناس الحلوة رايحة فين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار، شايفين يا كيج الغنة نمسكها كويس، وأنا عايزة بقى أشوف مين أشطر واحد هيعرف الآية دي. خدناها في سورة إيه قبل كده؟ أيوة أنا سمع حد شاطر بيقول سورة المطففين، أحسنت. إن الأبرار لفي نعيم. الناس الحلوة اللي بتعمل الأعمال الصالحة زي إيه كيجي؟ إيه الأعمال الصالحة اللي ندخل بيها الجنة؟ ها الصلاة، أنا سمع حد بيقول الصلاة، أحسنت. ها الصيام، قراءة القرآن، الصدقة، الزكاة، طاعة الوالدين، كل دي حاجات جميلة تدخلنا الجنة إن شاء الله. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار، وإن الفجار، الناس الوحشة يا كيجي الكفار اللي ما يسمعوش كلام ربنا وبيكفروا بيه وبيعبدوا الأصنام، دول رايحين فين بقى يا كيجي؟ وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. طيب الفجار دول يا كيجي هيروحوا النار امتى؟ في الدنيا اللي احنا عايشينها دي ولا يوم القيامة؟ ها مين شاطر يقول؟ ايوه يصلونها، يصلونها، يصلونها يوم الدين. يوم الدين اللي هو يوم القيامة، يوم الدين، يوم القيامة يا كيجي. يلا نعيد تاني. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها، يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين. كيجي احنا خلصنا ايات النهارده، بذكركم بالمراجعه، ضروري قوي قوي نراجع يا كيجي يوميا سوره المطففين وسوره البروج وسوره الطارق. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.